تعمون صوت الأغلبية الصامتة. نحن الآن نتجمع اعتصاما وطرق لأبواب وزارة الزراعة. نحن الحملة الوطنية لمكافحة إعدام غابات برقش في سبيل إقامة أكاديمية عسكرية هناك. هذه المنطقة من أجمل مناطق الأردن، وهي أكثف منطقة شجرية في أردننا الحبيب. يعني لم يجدوا إلا هذا المكان ليقيموا فيه الكلية العسكرية، مع أن عجلون تزخر في المناطق التي تخلو من الأشجار. نحن مع التنمية في عجلون ومع إقامة الكلية العسكرية، ولكن على أن تبعد عن هذه المنطقة. نحن ضد قطع أي شجرة في لأي هدف كان، لأنه إذا فتح الباب وتم قطع هذه الأشجار سوف لن يبقى غصن أخضر في عجلون والأردن. أعراض المواطنين اللي عليها بعض المنازل ومخدومة بالماء بالكهرباء وبالشوارع، وبعض عليها المنازل السكنية الريفية، قاموا باستملاكها وبدأوا بتقطيع بعض الأشجار بموافقة وزارة الزراعة. كان أول تقرير لإزالة 2400 شجرة حرجية باستثناء أشجار المواطنين، وهذا تقرير مدون لدى مجلس النواب. 2400 شجرة حرجية أعمارها تزيد عن 500 سنة. هاي المرحلة الأولى. نطالب أصحاب المسؤولين وأصحاب الرأي ومن كل أهل الشهامة إزاحة هذا الضرر عن أراضينا وعن الأراضي الحرجية بالذات. نحن نوجه الحديث تحديدا للجان مجلس النواب الذين دعموا قرار وزارة الزراعة بقطع الأشجار، وبدأوا الحديث عن كأن هناك نحن في مرحلة مفاوضات 2000 شجرة أو 500 شجرة أو 400 شجرة. بالنسبة لنا ولا شجرة. الموضوع من أساسه مخالف لقانون الزراعة، مخالف لقانون الحراج، مخالف لقانون البيئة. وعلى من يجلس في هذه العمارة أو يجلس في الدوار الرابع أو يقبع في العبدلي في مقر مجلس النواب، عليهم أن يدركوا جميعا أننا بدأنا التحرك ولن نتوقف. سنقوم بحقنا بالاعتصام في الموقع، سنقوم نحن وعائلاتنا وأبنائنا نعتصم أمام الشجر ونمنع قطعه مهما كان الثمن، ولا ندعي أننا قاصرون عن تنظيم حملة دولية عالمية ستنعكس سلبا على تقييم الأردن بيئيا، وستنعكس سلبا على حجم المساعدات المقدمة إلى الأردن. نتمناهم أن لا يجعلون نصل إلى هذه المرحلة. ونناشد بالله العظيم معالي وزير الزراعة الأكرم أن يكون معنا ويبعد عننا هذا الاستملاك واقتلاع هذه الأشجار، علما في العام القادم أو في 2010 شبت النار في شمال إسرائيل، فذهبت طائرات الأردن إلى إطفاء الحريقة في حراج إسرائيل، واليوم جرافات الأردن تقلع الأشجار المعمرة، علما بأن قادة الجيوش على دور الرسول والخلفاء الراشدين حينما كانوا يجهزوا جيشا إلى محاربة الروم كان أول ما يبلي عليهم عبارة: أسألكم بالله لا تقتلوا شيخا ولا تحرقوا زرعا ولا تقلعوا شجرا. والآن طبق علينا هذا القانون برد عكس ذلك. طبعا منذ إعلان لجنتي الزراعة والبيئة في مجلس النواب في الموافقة على مشروع إقامة مشروع بغض النظر عن صفته في غابات برقش، يعني هذا يعد مخالفة صريحة للقوانين الأردنية، بالأخص قانون الزراعة وقانون حماية البيئة. بنفس الوقت الأردن يعني خلال العقود الماضية وقع أكثر من اتفاقية معنية في الحفاظ على التنوع الحيوي، هذا يقع يعني أو يوقع الأردن في حرج بيئي على المستوى الدولي، وخاصة في هذه السنة
العالم يحتفل بالإعاز من الأمم المتحدة أنه سنة الغابات الدولية، فكيف يكون احتفالنا بهذا العام؟ العالم كله يحتفل بغاباته بحمايته بالحفاظ عليها، ونحن نحتفل بتقطيعها أو بالتفكير أو يعني النية أنه يكون في هناك تقطيع للغابات. طبعا احنا بنأكد من خلال جمعية الملكي حماية الطبيعة بأنه مع التنمية في عجلون استثمار بيئتنا بشكل سياحي اقتصادي. طبعا هناك في نماذج حية في عجلون في كيفية الاستفادة من الوضع البيئي، وخاصة محمية غابات عجلون. محمية غابات عجلون الآن هي من لنحكي المشاريع البيئية المدرة للدخل، وأيضا أداة حادة في مكافحة الفقر والبطالة في محافظة عجلون. أنا بتمنى أنه الاستفادة من البيئة بشكل اقتصادي تنموي بحيث يكون يعني متوازي أو متوازن في الحفاظ على البيئة. تعمون صوت الأغلبية الصامتة.